بعد ليلة دامية في محافظة ذي قار يعاين سكان مدينة الناصرية الأضرار. أهالي المدينة ومنهم ذوو الضحايا يراقبون بصمت خالطه غضب وحسرة ركام القسم الخاص بمرضى فيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي ذي البناء الثانوي الذي كان أحد أسباب الفاجعة التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. الصمت في مكان وقوع الفاجعة لم يلبث أن كسرته أصوات الناقمين على السلطات الحاكمة في العراق بجميع مسمياتها. ولكم خجل ما عندكم، أحزابنا هاي أحزاب اللي استلمت السلطة 18 سنة، أريد أشوف اللي قدمتوا للعراق شني، قدمتوا لكم فتشي أطفال ولكم عوائلكم، عوائلكم كلها بالخارج، عوائلكم بالخارج وعوائلنا اللي قعدت على السواتر وخلتكم بدمائهم تقعدون على الكراسي، مكان ما لهم، مكان ما لهم، مستشفى تسوون سندويش بنال، مستشفى وحدة أكسجين ما بي، أطفاء ما بي. بالبداية دماء الناصرية رخيصة جدا. سبب واضح، ما شفنا مرجع ديني استنكر أو أشجب أو قدم تعزية لحد هذه اللحظة. شيء ثاني، موقف الحكومي يعني نسبة تحت الصفر. وكما جرت العادة في كل فاجعة لم يحاسب أي مسؤول ممن تسببوا بحدوثها حتى الآن، غير أن أهالي الناصرية يرون أن الإهمال في كشف ومحاسبة المتورطين بفاجعة مستشفى الحسين له أبعاد أخرى. ولكن مع شديد الأسف لسوء الإهمال وسوء الإدارة من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية فلم نرى ولم نجد قضاء عادل يقاضي ويحاكم هؤلاء الفاسدين الذين يقومون بهذه الأزمات المفتعلة، وخاصة في محافظة ذي قار كونها المحافظة التي طأطأت رؤوس الأحزاب والفاسدين. وهنا مشهد بات مألوفا ليس لأهالي الناصرية فقط بل لكل العراقيين، ويبدو أن قوافل ضحايا فساد الأحزاب وقوى الظلام كما يصفها أهالي المدينة لن تتوقف دون إزاحة القتلة عن مناصبهم.